مهما دور ومهما شوف بتضل الأحلام، ولو أحبابي صاروا ألوف بتضل الأغلام. أنت الحب اللي ما بيتغير، وكل ما كبرت يا ميمتي بقلبي بيكبر، والكنز اللي ما بيتقدر رضاك علي يا امي. المعايده هي بهديها لكل الامهات، وخاصه امهات الشهداء بانفجار مرفأ بيروت. انا من كل قلبي بدي هني الامهات اليوم، بقول لهم كل عام وانتم بخير، وبدي عايد امي اللي هي بدنيا الحق كمان، بدي هلا اشتقت لك كثير يا ماما، اشتقت لصوتك، لعيونك، لريحتك، لكلامي معك بالليل، وقلك تصبحي على خير. الله يرحمك ويعطي الحياة والسعادة والسرور لكل الأمهات في الوطن العربي. كل عام وأنتم بخير. كل سنة وكل الأمهات بخير إن شاء الله، العمر المديد والصحة والسعادة. وائل قصار.